الإنسان إزاي يستشعر إنه دعاءه مجاب أو إنه صلاته كذا أو إنه بيتوجه إلى الله بدعاء. أولا يعني الإنسان إحنا بنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بسائر العبادات والطاعات، لابد من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وهو يسمعنا جل جلاله، أرحم بنا من أنفسنا وأرفق بنا من أنفسنا. فنحسن الظن، مش على طول أخش في الاتجاه التاني، لا ده ما بتسمعش دعائي، لا ده أنا دعائي لا يجاب. لا، الله سميع قريب يجيب دعاء الذي يدعوه، فأنا أحسن الظن بالسميع القريب المجيب جل جلاله. وبعدين كن أنه وفقني جل جلال الله، وفقني للدعاء، ده توفيق كبير جدا، لأن الدعاء عبادة وطاعة الإنسان بيتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان على طول يتوجه إلى الله بالدعاء. وبعدين أنا لما ألازم هذه العبادة وأتوفق أني أقول دعاء معين، يبقى ده من توفيقات الله سبحانه وتعالى للعبد، ودي إشارة بسماع الله إياه وإشارة إلى استجابته سبحانه وتعالى. لأنه المقام بتاعي إيه، بعمل إيه، أنا قاعد أعمل إيه، أنا في عبادة الله، عرفت أن عبد فقير محتاج إلى المعونة الربانية، فتوجهت إلى ربي ورفعت يدي أسأله من خير الدنيا والآخر، فعلمت أني عبد فقير أحتاج إلى عطاءات ربي، فدعوته سبحانه وتعالى ورجوته جل جلاله فأجاب دعائي. إجابة الدعاء مش زي ما أنا عايز، إجابة الدعاء تصرفها وفق حكمته سبحانه وتعالى جل جلال الله.